السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نهار جديد وموضوع جديد. أولا تنبغي نشكر جميع الإخوان والأخوات اللي انضموا للقناة، شكرا جزيلا. والإخوة والأخوات اللي بارتاجوا باش عرفونا بهذا الناس جداد، شكرا جزيلا. موضوع اليوم هو تتمة الموضوع كيف وعدتكم، فنتكلموا على كيفاش أسست هولندا عبر القرون، وبالخصوص غنبداو ولا يعني غادي نتكلموا على القرن التاسع عشر اللي هو في سنة 1927 تم بناء يعني سد الشمال، وهو أكبر سد في العالم، وانتهت الأشغال ديالو 1902. وباش غيتم هاد الشيء بداو محصرة المياه يعني عبر سدود وضخها عبر الطواحين الهولندية، عشرات الآلاف كانت تشتغل ليل ونهار لضخ هاد الماء. ومن بعد ضخ المياه كانوا كيصلحوها كأرض زراعية، وكانوا كيعتمدوا على زراعة الأرز والشعير وعدد من النباتات اللي كتستخلص المياه من الأرض. ومن بعد تشيدت عليها بيوت ومنازل وأراضي زراعية. أوكي، ومن بعد الكارثة اللي وقعت في 1953 يعني بعض الناس المزارعين هاجروا من تماك لليستاد اللي انتم كتشوفوا. ومن بعدها جات فليفولاند يعني الجهة رقم 12، يعني بداو لأن هولندا كتكون من 12 جهة، واللي بدات تشيد ديالها من سنة 1959 لغاية سنة 1968. ومن بعدها جات فكرة بناء السد كيوصل من ليليستاد لشمال هولندا، واللي فيه 62 بوابة، كل بوابة كتوزن 500 طن اللي كيتحكم في مياه البحر. وهذا المشروع سمته الدولة الهولندية دير تاوك، ولكن ديما كيبقى خطر البحر على هولندا. وكذلك كيتم البحث على الحلول للحد من تسرب المياه البحر الشمال، اخرها اكبر بوابة اللي البوابة الواحدة كتساوي حجم برج ايفيل، واللي كيتم التحكم فيها عن طريق الحاسوب. وكذلك يتم بناء بيوت على الماء بمواصفات عصرية، وكتساير يعني نسبة ارتفاع المياه. في كل ديال هذه الأخطار هولندا تعتبر دولة عظمى، كتحكم سيطرتها في البنايات تحت أو فوق يعني الماء، وكذلك تعتبر في المرتبة 5 اقتصاديا وأكبر دولة تصدير الخضروات والنباتات. أما الورود فحوالي 20 مليون زهرة ونقلة تصدر يوميا، نصف المحصول تتم زراعته محليا، وكذلك تحت المرتبة الخامسة من ناحية التصدير، وبالفعل عندها أقدم بورصة اللي كيعود تاريخها لسنة 1602. نطلب من الله نكون فتكم هذا النهار، ولا عندكم شي حاجه شي موضوع يعني باغي نتكلم عليه من ناحيه هولندا خليونا في التعليق، وديما مازال المواضيع حول هولندا ان شاء الله وفي لغات. شكرا جزيلا، نعاودها لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساوناش لايك بارطاج، اللي ما مابونيش يتابونا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم. ولا تال الموضوع ولا الفلوق الجاي. السلام عليكم.